أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه رغم الصعوبات التي صاحبت أزمة كورونا، إلا أن الدولة لم تتقاعس في حق شعبها دون تمييز، وبمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم مصر على أراضيها. وتساءل الرئيس السيسي في مداخلة أمام جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، تساءل: أليست الهجرة حقا من حقوق الإنسان؟ مشيرا إلى أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ جاءوا إليها في الوقت الذي ترفض فيه دول متقدمة عشرات الآلاف من المهاجرين. ما حصلش فيه تمييز بينه وما بين الموجودين عندنا، الناس اللي هم احنا ما بنقولش عليهم لاجئين، بالمناسبة لضيوفنا اللي موجودين هنا شبابنا احنا ما بنقولش عليهم لاجئين. وعايز أقول لكم على حاجة، طب ما هو التناول هو حق الهجرة حق من حقوق الإنسان. احنا في مصر هنا بنتكلم على 6 مليون إنسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها، يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول يعني قريبة مننا. لا منعناهم ولا قعدناهم في مخيمات. أنا بتكلم على رقم كبير قوي، مش بتكلم على 5000 ولا 10000. يعني أصدقائنا في أوروبا بيرفضوا إن هم يستقبلوهم، أنا بتكلم على 6 مليون إنسان. 6 مليون إنسان موجودين هنا، مش موجودين في معسكرات، ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص. الناس دي مدموجين في مجتمعنا، بيشتغلوا بياكلوا بيشربوا وبيتعلموا بيتعالجوا. يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وإمكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية، لكن على الأقل إحنا يعني تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير.